خبر حزين ومفاجئ انتشر اليوم بعد الظهر على السوشيال ميديا، وهو وفاة والد جيسي عبدو على أثر نشوب حريق ضخم ببيتهم سببه انفجار جرة الغاز، واللي نجوا منه أمه وأخوها الحمد لله، لكن للأسف والدها ما قدر ينجو من الحادث. تعزينا الحارة أكيد لجيسي وعائلته، وطبعا إن شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويصبر عائلته. وجيسي عرفت بالخبر من أهلها، ومش مثل ما نشر بأنها عرفت من السوشيال ميديا، وطبعا أصيبت بصدمة جدا كبيرة، خاصة أنها حاليا موجودة في أبوظبي وبعيدة عن أهلها، وكانت بانتظار أنه يكون اسمها ضمن الأسماء اللي راح يتم إجلائهم للبنان يوم الأربعاء، وكانت سعيدة بعودتها لأهلها، ولكن قدر الله أنه تصير هالحادثة وما زالت هنا، والحين بيتم ترتيب عودتها بكرة على بيروت، وإن شاء الله تقدر أنها تكون بجانب عائلتها بهالظرف الصعب. وأنا فعلا حاولت أني أتواصل معها عشان أطمن عليها، لأنه أكيد هذا الموضوع اللي صار جدا صعب. فعلا الله يعينها ويصبرها يا رب. وجيسي معروفة إيش كثر هي تحب والدها ومتعلقة فيه، وهذا كان يبين من خلال البوستات اللي كانت تنشرهم على صفحتها في إنستغرام، وتعليقاتها اللي تعبر عن فخرها وتعلقها الكبير فيه. وفي صورة نشرتها من فترة أثرت وايد في الناس، تظهر فيها نايمة على كتفه، وفي تعليقها كتبت بما معناه أنها ما تشبع من حبها له، وإن شاء الله ربي يحفظك ماي هيرو. يعني موقف صعب حقيقة، وفي نجوم كتير بالوسط الفني من أصدقاء جيسي تفاعلوا مع الخبر وعبروا عن دعمهم لها. ونحن عرفنا أنه صديقتها ماجي بغصن أول ما عرفت بالخبر نزلت هي وزوجها على البيت عند أهلها لتطمن عليهم وتوقف حدهم. وسيرين عبد النور كمان من بعد ما انتشر الخبر عبرت عن دعمها للعائلة من خلال تويتر، ودعت لهم بالصبر والرحمة لروحه.